الكرام، والانطلاقات متواصلة من هنا من أرضية ميدان السوان برأس الخيمة. شوطنا الثالث عشر أعلنت انطلاقته حاملا في تحديات الإذاع الجعدان المحليات. الأصايل والمسافة هي 6 كيلو مترات. على بركة الله مشاهدينا الكرام أعلن هذا التحدي وأعلن هذا المسار في أيضا ثالث أيام هذا المهرجان الذي ينطلق هنا على أرضية هذا الميدان، مشكلا لنا لوحة تراثية متميزة من خلال اندفاعة نخبة الأصايل، نخبة الهجن المنطلقة في هذا المهرجان، مهرجان السوان برأس الخيمة بنسخته 24 هنا على أرضية هذا الميدان. على بركة الله مشاهدينا الكرام نتابع البداية ونتابع مقدمة هذا الشوط، الصدارة والبداية. هناك من يتقدم، هناك الجارح، الجارح يتقدم، علي بن عبيد الفليتي يقدم لنا الجارح على الصدارة وعلى البداية. المركز الثاني هناك السفير سالم بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري مع المركز الثاني. المركز الثالث، ثالث المراكز لصاحب السمو الشيخ المركز الثالث مياس علي بن محمد بن درواش الشحي ينطلق مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز هناك أيضا زاهي سالم بن عبيد بن نهيل الخاطري والمركز الخامس. خامس المراكز هناك هرمز ينطلق مع المركز الخامس، محسن بن علي بن سعيد العويسي. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى المنطلقة، ولكن لنا عودة مع الصدارة، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع الجارح على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. علي بن عبيد الفليتي يقدم لنا الجارح على الصدارة وعلى البداية. المركز الثاني، المركز الثاني هناك أيضا السفير، السفير ينطلق مع المركز الثاني. سالم بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري يتقدم مع ثاني المراكز والمركز الثالث. ثالث المراكز هرمز، محسن بن علي بن سعيد العويسي يتقدم بالقروش مع المركز الثالث والمركز الرابع. رابع المراكز، المركز الرابع هناك النشمي حمد بن سيف بن راشد بالشاوي الغفلي والمركز الخامس. خامس المراكز، المركز الخامس هناك أيضا الواصل مياس علي بن محمد بن درواش الشحي مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى لمجريات هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الجارح، لنا عودة مع الجارح على المركز الأول. علي بن عبيد الفليتي أبناء هذا الميدان هم من يتقدمون في هذه اللحظات من خلال الجارح، الجارح على الصدارة، الجارح على مقدمة هذا الشوط. ركز يا الفليتي، ركز مع الجارح على المركز الأول. أبناء هذا الميدان متأملين من خلال هذا المسار، من خلال الجارح على المقدمة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز، المركز الثاني يتقدم هرمز، محسن بن علي بن سعيد العويسي بن خريبيش، بن خريبيش العويسي يتقدم مع المركز الثاني والمركز الثالث. ثالث المراكز هناك السفير سالم بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز هناك مثير عوض بن قنازل العامري مع المركز الرابع والمركز الخامس. خامس المراكز، المركز الخامس مشاهدينا الكرام التقدم في هذه اللحظات. هناك من يتقدم، نسناس مبارك بن عبيد بن طماش المنصوري مع نسناس على المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع مقدمة هذا الشوط. الجارح على المركز الأول، الجارح على الصدارة. هناك هذا واضح.
هناك المركز الأول مبعد علي بن عبد الله بن عامر ينطلق مع مبعد على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. يتنى معلوماته في هذه اللحظات. هذا هو مبعد على المركز الأول، علي بن عبد الله بن عامر يقدم لنا مبعد على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز، هناك ثاني المراكز يتقدم من خلاله السفير على المركز الثاني، سالم بن علي بن سالم بن مبارك المنصوري مع ثاني المراكز. المركز الثالث، ثالث المراكز مثير، عوض بن قنازل العامري يتقدم مع ثالث المراكز. المركز الرابع، رابع المراكز، هناك هرمز محسن بن علي بن سعيد بن خريبيش العويسي مع المركز الرابع. والمركز الخامس، خامس المراكز، هنا ايضا الواصل مفجر سهيل بن حمد بن وقاش العامري مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى، ولكن لنا عودة مع مبعد على الصدارة اللي باعد المسافة رويدا مبعد على مقدمة هذا الشوط. علي بن عبد الله بن عامر الشحي يقدم لنا البداية، يقدم لنا الصدارة الأولى من خلال هذا المسار. أبناء الميدان هم من يتقدمون مع مبعد على الصدارة، مبعد على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني، ثاني المراكز، يتقدم بن قنازل هناك مع مثير، عوض بن قنازل العامري مع ثاني المراكز. المركز الثالث، ثالث المراكز، هذا الوصول من نسناس مبارك بن عبيد بن طماش المنصوري مع المركز الثالث. المركز الرابع، رابع المراكز مشاهدينا الكرام، هناك شاهين مطر بن سعيد بن حلوة الاكتبي، يلا يا بن حلوة، خلنا نقول حلوة يا بن حلوة مع المركز الرابع. المركز الخامس، خامس المراكز، هناك مفجر سهيل بن حمد بن وقاش العامري مع المركز الخامس. هكذا النتيجة للخمسة المراكز الأولى، ولكن نعود مع البداية، نعود مع الصدارة، نعود مع المركز الأول، مبعد على الصدارة، مبعد على المركز الأول. علي بن عبد الله بن عامر الشحي، يلا يا الشحي ركز مع مبعد على المركز الأول. أبناء هذا الميدان يتقدمون مع مبعد، اللي قام رأس الكيلو الخطير مع مبعد على الصدارة، مبعد على المركز الأول. علي بن عبد الله بن عامر الشحي المركز الثاني، ثاني المراكز نسناس مبارك بن عبيد بن طماش المنصوري بن طماش، الله الله الله. وهناك أيضا الواصل الصارم، واصل خالد بن يابر بن عبد الله الحربي مع المركز الثالث. يا سلام اشتدت المعركة. الناموس وين حاير طاير، الأسماء بدأت تقترب، ولكن نسناس من غير الصدارة. مبارك بن عبيد بن طماش المنصوري، سلامي عليك يا بن طماش، اطمش مع بن طماش. هذا الأداء الرائع على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. النقطة الثانية، السلام وين الوثبة، عاصمة الميادين من ميدان السوان إلى عاصمة الميادين، خصيصا لهالي بنياس، محمل على ظهر نسناس. تهانينا والناموس يا بن طماش. مبارك بن عبيد بن طماش المنصوري للمرة الثانية على التوالي. تهانينا والناموس يا بن طماش على هذا الفوز وانتصار نسناس بالمركز الأول. المركز الثاني مشاهدينا الكرام، مبعد مع المركز الثاني، علي بن عبد الله بن عامر الشحي المركز الثالث. مشاهدينا الكرام مشاكل سعود بن سيف بن محمد الراشدي المركز الخامس، المركز الرابع اللي وصلنا هرمز محسن بن علي بن سعيد بن خريبيش العويسي المركز الخامس.
عند أعضاء لجنة التحكيم. هكذا مشاهدين الكرام سرعة هذا الشوط وسرعة الأداء من 6 كيلومترات والإيداع كما يقال سن الامتاع وسن الإبداع. وكان نسناس من نال ناموس هذا الشوط من خلال هذا التحدي الرائع بتوقيت زمن 9 دقائق 24 ثانية هو توقيت نسناس. تهانينا والناموس مبارك بن عبيد بن طماش المنصوري للمرة الثانية على التوالي. سلام يا بنياس، سلام على هذا الفوز والانتصار.